أثابكم الله. يقول السائل: أنا أصلي وأصوم لله الحمد، ولكن قبل ذلك كنت مفرطا في الصلاة والصوم، ولا أعلم كم عدد الأيام التي فرطت فيها، فماذا علي بعد التوبة وجزاكم الله خيرا؟ ايش يقول؟ يقول: أنا أصلي وأصوم لله الحمد، ولكن قبل ذلك كنت مفرطا في الصلاة والصوم، ولا أعلم كم عدد الأيام التي فرطت فيها، فماذا علي بعد التوبة وجزاكم الله خيرا؟ إذا كنت لا تصلي تاركا للصلاة متعمدا فلست على دين، حتى لو صمت أنت لا تصلي صيامك ما هو بصحيح، لا يصح الصيام من تارك الصلاة، لأن الصلاة آكد من الصيام، هي الركن الثاني، الصيام هو الركن الرابع، فلا يصح الصيام من تارك الصلاة. فإذا كنت تاركا للصلاة سواء صمت أو لم تصم، ما صومك ما له قيمة، فعليك التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة وعلى الصيام في المستقبل، وأما ما مضى فلا تقضيه.